دور حفلتي ان انا كان دوري تنظيمي مقيم بتنظيم الحفله كاملا، وكان دوري ان انا اسعد كل يتيم في الحفله وادخل في روح السعاده. انا شايف المنظر جميل وشيء سعيد ومشرف لكل يتيم، واحنا ما عندناش يتامى، احنا اخواتهم واهاليهم، وهم اي حاجه يحتاجوها احنا تحت امرهم. والله بجد الواحد بيبقى مبسوط جدا وسعيد، اللي هو طبعا مع الاطفال. وفي بس يعني حاجه صغيره كده احب اضيفها، احنا يعني انا بتمنى كلمه الطفل السعيد مش الطفل اليتيم، يعني انا بحب كلمه الطفل السعيد عن الطفل اليتيم. احنا كلنا معاك وكلنا واقفين معاك، ويا رب يا رب يا رب نشوفك حاجه كبيره جدا في مصر، ويبقى برضو ليك اسم موجود في مصر، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا اول حاجه هي في شويه اساسيات انا بنيت عليها موضوع الحفله. اول اساس اللي هو الامن المستتب في بئر العبد من القيادات الامنيه شرطه وجيش، هو ده اللي شجعني ان انا اعمل الحفله دي اول حاجه. تاني حاجه كان لازم نحتفل بيوم، مش عايز اقول يوم اليتيم ولكن هقول يوم الطفل السعيد، لان انت زي ما انت شايفه كده ان الاطفال كانوا في اسعد حالاتهم النهارده، وربنا يقدرنا ونخليهم اسعد اطفال كده في الدنيا كلها وطول الايام مش النهارده بس. تاني حاجه انا عايز الفت النظر ليها بان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعكس صوره لشمال سيناء بان مفيش ارهاب، مفيش الكلام ده اللي الاعلام دايما بيعكسوا عنها، بل بالعكس في امان تام اهوت، الاطفال بيلعبوا والشباب بيساعدوا والناس الكبيره بنلاقي خبره منهم ودعم، وكله متكاتف مع بعضه، وده هو اصلا اللي موجود، احنا مش بنجيب جديد من عندنا. جاي احتفل مع اهل سينا واهل العريش بيوم الفرحه والسرور ويوم السعاده للاطفال اللي اتحرموا من الحاجه، يعني ممكن يكون احنا ما اتحرمناش منها والحمد لله فضل ونعم عند ربنا، بس دوت يوم فرحه للاطفال ويوم سعاده للاطفال ويوم بسمه حلوه للاطفال، احنا بنكون سعداء لما نشوف البسمه في وجوههم. والله ده يوم اليتيم يعني تكريم لكل ايتام مصر وكل يعني كل ابنائنا من الايتام، ده تكريم في يوم اليتيم، وربنا يعيننا ان شاء الله على اساس كل اللي نقدر عليه هنعمله باذن الله في يوم اليتيم. ودي لسه بدايه ولسه يمكن جت على فجاه كده، فما قدرناش برضو ان نطلع كل اللي عندنا، فان شاء الله في الاحتفالات الجايه باذن الله هنقدر نقدم اكتر واكتر. انت عارفه يوم اليتيم ده يعني بس الواحد بيرسم البسمه على شفاه اليتيم دي كفايه عند ربنا وعند اي عند الناس كلها يعني. ان شاء الله احنا دي مش اول سنه نعمل الاحتفال للايتام، دي ثالث سنه، ولكن كل مره كنا بنعملها منفردين كمكتب حقوق الانسان، ولكن كان اقتراح من رئيس مجلس المدينه واحنا رحبنا بيه ان احنا نعمل بروتوكول ما بين الجمعيات الاهليه على مستوى المركز وباشتراك مع مجلس المدينه والازهر واداره التربيه والتعليم، وقدرنا نعمل والتضامن الاجتماعي برضو مش هننسى الفضل برضو التضامن الاجتماعي بانه قدر يجمع لنا عدد اكبر عدد على مستوى المركز من اطفال الايتام. احنا كنا منظمين أي قائمين على منظمين الحفله، كنا المسؤولين عن التنظيم ومسؤولين عن الفقرات الترفيهيه للاطفال. قدرنا الحمد لله نسعد النهارده الطفل اليتيم، ودي مش هتكون اول خطواتنا، لان احنا الحمد احنا على طول السنه بنقدر نعمل لهم اماكن ترفيهيه. طبعا النهارده كان احتفال من يوم اليتيم، وبالمناسبه في نفس التوقيت احتفال في المدينه الشبابيه بالعريش. طبعا دعيت بصفه رسميه لان المفروض انا بحضر هذه الاحتفاليه مع السيد الوزير المحافظ، لكن طبعا انا فضلت ان انا احضر مع ابناء النهارده في مركز ومدينه بئر العبد، لان انا صاحب فكره ان احنا نجمع الـ 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 كل الجمعيات ولجنة حقوق الإنسان للتنمية ونقابة الفلاحين بالإضافة إلى الأزهر. فطبعا اتفقنا على أساس أن احنا النهاردة نعمل حفل مجمع للأيتام، وطبعا ده يوم يعتبر يعني يوم عظيم بالنسبة لنا أن احنا جمعنا كل الجمعيات، جمعنا كل الفئات في مركز ومدينة دير العبد، وطبعا كان يوم رائع ويوم جميل، الناس كانت مبسوطة والأطفال كانوا مبسوطة، وإحنا اخترنا المكان يبقى في مكان مفتوح على أساس الأطفال برضو. يعني أنا بشكر برضو بالمناسبة صاحب حديقة الماجيك لاند، الراجل طبعا تبرع بالألعاب مجاني للأيتام، هو كان صاحب الفكرة يعني، فكانت فكرة عظيمة وفكرة ممتازة ان احنا نجمع الكل في هذا اليوم العظيم. وطبعا كان يوم
يعني حافل ان احنا نحتفل بالايتام في هذا اليوم. طبعا المفروض ان احنا نهتم بالايتام طول السنه، لكن هو في يوم بنعمل حفله جميله وتوزيع بعض المبالغ النقديه الرمزيه وبعض الهدايا لبعض الايتام. وطبعا انا بشكر كل القائمين على هذا الحفل، وكان حفل عظيم جدا جدا، وكان منظم الى حد ما، كان في تنظيم شيء يعني، وفي بعض الفقرات الفنية والفقرات السحر وبعض حلقات الشعر. وطبعا أنا طبعا بحي السادة الإعلاميين اللي حضروا النهاردة معانا كلهم. طبعا كان شيء جميل إن برضو جمعنا الإعلاميين في مكان واحد، وده شيء عظيم يعني.